بدنا ننفذ موهبتنا شوي وما من عمري 12 سنة دخلت اتعلم على مواد البناء واشتغلت، يعني لعمري 17 18 سنة باخذ شغل احسابي مثلي مثل المتعهد، يعني مثل مهندس. خليت فراغ الموزع، ايش خلت خليت فراغه؟ انا بعشق العمار وكل شيء بتعلق بمواد البناء، نعم. ومنذ الصغر انا يعني وفليت عمري بهالمصلحة، وحتى بالمنام شوف حالي انه عم عبر، يعني اكثر من هيك بعشقها عشق موت. ولكن هون المشقة علي بهالمتور بهالآلية الخشبية، هاي المناويل هاي بتاعه هون كلها صخور وطلعات ونزلات، ما في زفت ولا مأمن الطريق. يعني بحب كمان أنا لو عندي آلية كهربائية أو آلية، المهم آلية اللي كان بعيد عني العمار 2 كيلومتر بحب روح شارك بيه، بحب فيد الناس، ولكن أنا عجزي هو اللي مقصرني. انا انصبت بمنطقه الباب ونحن راحلين من تحت القصف، ضربتنا الطيران النظام المجرم، نعم، وادى الى اصابتي واصابه زواج بناتي، 2 قتلوا ماتوا ومات زوج اختي كمان، وانا هلا عندي يعني مسؤول عن عائلة 10 اشخاص، امي امراه مسنه عمرها 75 سنه، عمتي أخت أبوي عمرها 70 سنة، أختي عندها طفل عمره 5 سنين، وهذا حالي أنا منذ 5 سنوات. وين بشوف بني آدم عم يعمر أو عم يحط ولو بلوكة واحدة بحب شارك بيها، بحب أعطيه استشارة، لأنه هي أنا فنيت عمري بهالمصلحة، هاي بحبها كثير، بحب هالمصلحة، كل شيء بتعلق مواد البناء، الياسة، بلاط، عمار، تقسيم مساحة، توزيع غرف، هيك يعني ممرات، شغلات فنية، كلها 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 أنا بشتغلها.